طب اقول لحضراتكم مفاجأة، اتحاد كرة القدم حتى هذه اللحظة لم يدفع فلوس الحكام المتأخرة عن الموسم الماضي اللي هي 28 مليون جنيه مستحقات للحكام. اه والله العظيم، على الرغم من الوعود السابقة من مجلس إدارة الاتحاد، وكنت بتابع مع حضراتكم كل أسبوع أقول لكم يوم الاثنين، يوم الاثنين ما جاش لغاية دلوقتي. أقول لحضراتكم مفاجأة أكبر، اتحاد كرة القدم السنة اللي فاتت كان بياخد 1,100,000 وشوية من كل نادي، وكان بيخصصها للحكام. يعني أنا بروح على النادي الأهلي بقول لهم ادوني 1,100,000 وشوية، 1,160,000 على ما أتذكر، 1,150,000، هنطلع شروط شروط الحاجات دي على الشاشة دلوقتي، 1,150,000 وأهي اتفضل. دي السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت يسدد كل نادي من أندية القسم الأول 1,150,000، 575,000 تسدد مع القائمة الأولى و 575,000 تسدد مع القائمة الثانية. طيب المليون 150 هل اتدفعوا من دول بتوع السنة اللي فاتت مرة تانية؟ دول السنة اللي فاتت، دول المفروض المليون 150 دول اتجمعوا من الأندية مقدما، يعني دول اتدفعوا مع بداية الموسم اللي فات للأهلي بطله. طيب الموسم اللي جاي هيحصل ايه مع الأندية؟ زودوا 500,000 جنيه أو 600,000 جنيه، وريني يا سمير. دي السنة الجاية اللي هي 2023 2024، زودوا نص مليون جنيه، يسدد كل نادي من أندية القسم الأول 1,750,000 جنيه، كالتالي 875,000 لرابطة أندية القسم الأول مع القائمة الأولى، و 875 تسدد لرابطة الأندية القسم الأول مع فترة القيد الثانية. طيب حتى هذه اللحظة أنا كل سنة بدفع الفلوس اللي عليا، السنة دي اتحاد كرة القدم حتى اللحظة اللي أنا واقف فيها مع حضراتكم عليه 28 مليون جنيه، على الرغم من أنه هو خد تقريبا 1,100,000، مش تقريبا، من كل نادي 1,150,000 مقدما علشان يدفعهم للحكام أو هم مصاريف للحكام، ولكن لم يتم دفع هذه الأموال أو هذه النقود حتى الآن. طب الفلوس اللي حضرتك جمعتها دي وديتها فين؟ طيب اللي لسه هتجمعها للموسم الجديد هتعمل فيها ايه؟ وهتروح فين؟ هل هتسدد بيها ال 28 مليون اللي عليك؟ ولا هتبتدي تسدد بيها الجديد؟ هتعمل ايه ولا ايه؟ اتحاد كرة القدم يجب او هو عايز يحل طبعا الأزمة المالية، ولكن ده بيكون وجهة نظري حتى الآن اللي أنا شايفه إن هو على حساب الأندية الناجحة. لأن خد بال حضرتك إن في أندية أخرى ما بتدفعش وما بيعرفش يحصل منها مديونيات، لأن بتبقى شيكات شيكات وخلاص، عشان الناس بتزعل مني.